ما هي ديانة الفنان جورج وسوف؟ تساءل الكثير من جمهور وعشاق سلطان الطرب عن ديانة وجنسية جورج وسوف، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة وطلبه ترتيل القرآن في عزاء نجله الراحل وديع. يذكر أن وديع نجل جورج وسوف قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد معاناة من مضاعفات خضوعه لجراحة في المعدة الله يرحمه. وظهر جورج وسوف خلال عزاء نجله بجوار الشيخ ياسر الصالح، حيث تلا الأخير آيات من سورة مريم وسط الحضور. وكشف الشيخ ياسر الصالح عن مفاجأة كبيرة بشأن تلاوته للقرآن في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن، وطلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله. وظهر الشيخ ياسر الذي شارك في العديد من عزاء المشاهير بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن في عزاء ابنه. ومن ناحية أخرى، سبق وتحدث الفنان جورج وسوف عن ديانة زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى تدعى شاليمار شبلة وتزوجها في المحكمة الجعفرية. وصرح خلال لقائه التلفزيوني بأنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسنى وكذلك صيغة الأذان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن ديانة سلطان الطرب. وتزوج جورج وسوف مرتين فقط، الأولى من شاليمار شبلة التي أنجب منها 3 من الأبناء، وبعدها انفصل عنها ليتزوج من ندى رمال وهي فلسطينية الأصل، وأنجبت له ابنته الوحيدة عيون. إذا ما هي جنسية جورج وسوف؟ نشأ جورج وسوف في طرطوس ببلدة الكفارنة في سوريا، لكنه انتقل إلى بيروت منذ صغره وظل متواجدا بلبنان حتى طل على جمهور وأصبح من كبار المطربين، الأمر الذي أربك الجمهور وجعلهم يعتقدون أنه لبناني الأصل، لكنه في الحقيقة سوري الأصل والنشأة. إذا ما هي ديانة جورج وسوف؟ ديانة المطرب جورج وسوف الحقيقية هي المسيحية، حيث نشأ وترعرع بين عائلة تعتنق المسيحية، وهو الأمر الذي أثبتته مراسم دفن نجله الأكبر وديع في كنيسة معروفة ببيروت، حيث تم تشييع جثمان نجله وديع من كنيسة القديس نيكولاوس للروم الأرثوذكس الأحد الماضي. كما أنه تزوج زوجته الأولى شاليمار شبلة زواجا مدنيا في المحكمة الجعفرية. ومن ناحية أخرى، حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء للمطرب جورج وسوف في رحيل نجله الأكبر وديع، وظهرت الفنانة في فيديو عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام بدون مكياج، وقالت حزينة جدا لرحيل ابن حبيبنا وحبيب العالم العربي جورج وسوف، أعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع. وتعالوا نشوف الفيديو بتاعها دهوت وقالت فيه إيه. صباح الخير. طبعا مش عارفة اقول لكم قد ايه حزني عشان خاطر ابني حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف.
أنا بعزيك في الغالي ابنك، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها، وده الحقيقة الوحيدة في الحياة، وربنا يصبرك قد غلاوته يا رب، يديك صبر يا رب قد غلاوته يدي لك صبر، والله كلنا قلبنا في نار عشانك، والله قلبنا كله في نار عشانك، والله يا ابو وديع انت وديته في مكان احسن من اللي احنا فيه بكتير، ربنا يصبرك قد غلاوته يا رب، يديكوا صبر انت وامه وكل اخواته يا رب وكل الناس. انهارت نادين الراسي خلال عزاء نجل جورج وسوف، وقالت جورج وسوف حياته عمرها ما كانت سهلة ومش هيقفلها بطريقة سهلة، وانا بحاول اكون قوية رغم اني اشعر بجرح وفاة شقيقي جورج، لكن لازم اجي واساند وسوف مع اني مش عارفة اقوله ايه، لدرجة اني جيت من غير ما اقول لعائلتي وهيعرفوا من السوشيال ميديا. وقد ودع سلطان الطرب جورج وسوف نجل والاكبر وديع في كنيسة القديس نيكولاوس 8 يناير 2023، وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه، وقد احاط به ابنائه وافراد عائلته الله يرحمه. وقدم كل من النجوم وليد توفيق ورامي عياش وعاصي الحلاني ومروان خوري ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسي واجب العزاء. طالب سلطان الطرب جورج وسوف متابعي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك والمشاركين في جنازة ابنه وديع والذي رحل عن عالمنا مؤخرا بعدم إطلاق أي رصاص خلال الجنازة، وقال في فيديو قصير عبر صفحته: ما بدي أسمع ولا طلقة رصاص، الله يخللكو ولادكو، لأن لو حد حصل له شيء الجرح هيكون جرحين، بترجاكو لو ليا معزة عندكو. الله يرحم وديع ويعزي أبو وديع. ردت لقاء الخميسي برد الناري على منتقدي الغناء والزغاريد في جنازة وديع نجل جورج وسوف، وقالت: الحمد لله على نعمة الإسلام، تقولها وانت بتصلي لربنا أو لنفسك أو في وسط عيلتك، مش تدخل تسخف من عادات الناس وتقاليدهم وتتريق وتنهي كلامك بالحمد لله على نعمة الإسلام بقصد السخرية منه ومن عقيدته. أنت بتنتفض لدينك، احترم بقى الآخر ودينه. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.